بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة التحول الرقمي باتجاه الحكومة الإلكترونية، فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي مع جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مركز التعليم المستمر. إطلاق مشروع تدريب وتطوير كوادر مؤسسات الدولة، حيث يمثل هذا المشروع أحد المراحل المهمة التأهيلية لكوادر القطاعات الحكومية لمواكبة المشروع الوطني للتحولات الرقمية باتجاه الحكومة الإلكترونية، حيث يقدم البرنامج عدد من الورش والدورات التدريبية التأهيلية بالاعتماد على خبراء من ذوي الاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إطلاق مشروع التدريب والتطوير اليوم الأحد الموافق 1/11/2020 بالورشة الأولى بعنوان نشر ثقافة التحول الرقمي في المؤسسات، والتي يلقيها الأستاذ الدكتور عباس محسن البكري، رئيس فريق التدريب والتطوير والدعم الدولي، رئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيفتح باب المناقشة للمشاركين من خلال الأسئلة في الشات أو طلب فتح المايك. كذلك سيزود بشهادة مشاركة موثقة الكترونية بهذا البرنامج. للعلم أنه سيتم إرسال رابط التسجيل أثناء الورشة من خلال الشات. يرجى من حضراتكم تسجيل الحضور لكي يتم أرشفة جميع المشاركين وضمان حقهم في الحصول على شهادة المشاركة الإلكترونية. نرحب بالأستاذ الدكتور عباس محسن البكري المحترم، فليتفضل مشكورا في إلقاء الورشة الإلكترونية الأولى لهذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة بودي أتكلم دقيقتين أو ثلاثة عن المشروع بشكل عام، مشروع التحولات الرقمية. كما تعلمون حضراتكم أهمية هذا المشروع بالنسبة للبلد، ويحتاج حقيقة التعاون والتكاتف من قبل الجميع لغرض إنجاز هذا المشروع. هناك مجموعة فرق معنية في التحولات الرقمية على المستوى الحكومي. البرنامج موزع على أكثر من فريق. الفريق الآن نتكلم عنه فريق التدريب والتطوير والانفتاح الدولي. حقيقة هذا مسؤولية هذا الفريق، وهو تقديم برنامج يتضمن مجموعة من الدورات وورش العمل التي من شأنها تطوير ورفع مستوى كوادر الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وأيضا المؤسسات غير مرتبطة بالوزارات، لغرض الاستعداد لبناء شراكة مع الجهات الأخرى وتنفيذ البرنامج اللي يتعلق في التحولات الرقمية. يعني راح نبدأ ورشتنا. هما حقيقة كانت نوعتين من الدورات ورش العمل، في مجال الأويرنس وفي مجال الدورات المتخصصة. الدورات المتخصصة إن شاء الله لاحقا سيلقيها خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي معنية في عمل التحولات الرقمية والحكومة الإلكترونية، وأيضا دورات في موضوع الأويرنس أو التثقيف باتجاه التحولات الرقمية. يعني راح تبدي هذه الورشة أو هذه المحاضرة إن شاء الله هي محاضرة توعوية، وأنتم جديرين إن شاء الله بالاهتمام، وجميع إن شاء الله المشاركين هم لديهم الخبرة الجيدة في موضوع التحولات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. ولكن حقيقة ارتئينا نقدم هذا أو نفتتح هذا المشروع بهذه المحاضرة لغرض أن تكون هي فاتحة خير وبداية مبسطة للتعامل بالمستقبل مع حلقات التدريب اللاحقة بإذن الله. حقيقة بدءاً الـ Digital Transformation Developing Countries هي محل اهتمام الجميع. كما تعلمون التحولات الرقمية يعني لديها يعني ما يؤثر وما يعني حقيقة يجب أن نتعامل معها بنوع من الحرص ونوع من الإتقان لغرض التحول الحقيقي، مو فقط يعني في مجال المعلومة، لا، مجال المعلومة والتطبيق والشراكة. فكما تعلمون موضوع الترانسفورميشن أو الديجيتال ترانسفورميشن يعني الفكرة مالته التحول باتجاه التقنيات الحديثة التي تغير بشكل جذري التعامل مع القضايا التقليدية. وحقيقة هذا التحول الرقمي قد يؤثر على جميع مستويات البزنس، وغالبا ما يحدد الآلية المناسبة في مع التشكيلات والقضاء على جميع المشاكل التي ممكن أن تواجه
المؤسسات والشركات، وأيضا ما يؤثر على بناء شراكة التعامل الرقمي مع المؤسسات بين بعضها البعض. هذا السلايد الحقيقة راح أخذ مجموعة من السلايدز أنا انتقيتها من يعني مدير شركة الحلول في مايكروسوفت، يعني كسلايدز يعني لطيفة ممكن أن ننظر ما كيف ينظرون إلى آليات التحول الرقمي. بدءاً يعني كما حقيقة الأمانكم المراحل، أول مرحلة هي engage customers، يعني إحنا الكوستومرز هم أساس في عملية التحول الرقمي، يجب أن لا نهملهم حقيقة. المستفيدين أو العملاء اللي راح يتعاملون مع الشركات أو الاند يوزرز يجب أن يكونوا يتضمنون أو نضمنهم ونقيسهم في موضوع البرنامج. المرحلة الأخرى هي empower employees، يعني أيضا إحنا في مؤسساتنا ما زلنا نعاني في نقص من الخبرة لمنتسبينا، فنحتاج إلى ورش عمل، نحتاج إلى دورات تدريبية كما نعمل الآن إن شاء الله في هذه الورشة، لغرض الارتفاع أو الارتقاء في المستوى التثقيفي والعملي لهؤلاء الـ employees. وأيضا المرحلة الثالثة هي الـ optimize operations، لازم نحسن عملياتنا في مؤسساتنا، شنو النقص اللي عندنا في هذه المؤسسات، ماذا نحتاج لإعداد العدة الحقيقية لهذه التحولات الرقمية من أجهزة وتكنولوجيا وبرامج و استضافات لبيانات وإلى آخره من هذا الموضوع، ومن ثم الذهاب باتجاه ترانسفورميشن للبرودكتس، يعني ومن ثم الخروج بهذه النتائج لواقع الحال اللي ممكن أن إن شاء الله ترتقي إلى مستوى التطوير والتحسين المستمر والارتقاء بالعمليات جميعا. أيضا هذه السلايدز إذا شوفوها يعني من نفس الدايركتور للناشونال سوليوشن مايكروسوفت، تستعرض الثورات اللي حصلت على في العالم على مستوى الحقبة السابقة والحالية. يعني في 1964 كانت الثورة اللي معروفة بثورة البخار، وعلى أساسها ظهرت القطارات البخارية وكانت لها وقع خاص في هذا الحقبة. بعدها جت 1870 اللي هي ثورة الكهرباء، وأيضا ما لها من تأثير على العالم. في مطلع 1969 ظهرت الفكرة والحاجة الفعلية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وحقيقة فعلا كانت بداية طيبة، ومن هذه النقطة بدأ الارتقاء بالواقع والوصول إلى نتائج قد تكون ذات قيمة. 2016 صعودا بدأت الثورة بالديجيتايزيشن أو الرقمنة، وهذه الرقمنة لها دور وأساس حقيقة مهم في موضوع التحولات باتجاه التعامل مع الثورة البياناتية أو عملية الحروب التي تعتمد على البيانات أو على قواعد البيانات. فبالتالي كل العالم عد العدة لغرض أن يجهز نفسه لمواجهة هذه التحديات في موضوع اللي يخص الديجيتاليزيشن، واللي هو موضوع حقيقة الورش و الدورات التي إن شاء الله سنتناولها في هذا البرنامج. بناء جذور الثقة هو حماية للمؤسسات والبيانات وأيضا الأشخاص. كما تعلم الأخوان يعني عملية التحول باتجاه من الطرق التقليدية إلى الطرق الرقمية يحتاج إلى بناء جذور ثقة، يعني نخلص الناس من بعض التساؤلات وبعض المعاناة اللي قد يكون، أو بعض الناس يعني ما عندهم ثقة ذيك الثقة أن يتحولون بشكل كامل من الطرق التقليدية اللي صار لهم سنوات كثيرة يتعاملون بها يتحولون باتجاه الرقمنة، يعني موضوع التحول إلى اتجاه تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات بشكل مطلق. هذا يحتاج إلى Integrated Intelligence Security، لازم نظام أمني ذكي للتعامل مع هذه البيانات، Transparency and Control أيضا السيطرة والشفافية في عملية التعامل مع هذه البيانات وعملية استضافتها في أماكن ذات يعني مواصفات معينة، Privacy by Design وأيضا التصميم يعني باتجاه الذي يضع layout الحقيقي لهذه البيانات، والCompliance Leadership يعني القيادة التي تحمل المسؤولية الكاملة بهذا الاتجاه. هذا المنظر شوفون هو عبارة عن لمركز بيانات وطني لأحد المؤسسات حقيقة لاستضافة بيانات، وهذا جزء منه.
وايضا نحتاج نحتاج التعاون او الكولابوريشن الان اصبح مهمه، وعمليه الكولابوريشن بين الناس اصبح جزء من المنطلق الاساسي للتحولات الرقميه. بدون هذا الكولابوريشن، بدون هذا التواصل باتجاه بناء معرفه عن الاشخاص الذين ممكن ان نتعامل معهم بمنطق العمل المشترك وايضا المتكامل، هذا اصبح جزء من اساسيات العمل. لذلك create productive workplace compass drive work style، هذه اصبحت عمليه مهمه. اصبح الموضوع من خلال بدءا ايميل اند سكجول، لازم يكون عندي تراسل وعندي سكجول للعمل مالتي كجدوله، ومن ثم create share and find، بعدها ممكن انا اقابل واسوي الاتصال ومن ثم المقابله، واخر مرحله اللي هي contact and engage اللي هي عمليه التواصل وتضمين الناس اللي أنا أشوفهم هم فعلاً أصبحوا جاهزين لعملية الانفولفينج للبروجكت والناشونال بروجكت، وبالتالي أتعامل معهم بنوع من الاحترام والتقدير وأشيك وأوثق عملهم بشكل دوري. الموبيليتي أو التنقل، العمل مع التنقل، يعني الآن أصبحنا العالم تنجز أعمالها حقيقة في كل مكان، فبالتالي enable your people to get things done everywhere or anywhere. حقيقة الآن بدأنا تحول اتجاه ممكن الأعمال مالتنا ننجزها مو فقط في دائرة العمل، مو فقط في المؤسسة وإحنا جالسين في المؤسسة، ممكن أن ننجزها وإحنا في أي مكان، في السيارة، في البيت، في وإحنا مسافرين. وهذه أيضا تحتاج إلى نوع من يعني جهد، إنه يعني شو ممكن أسوي عملية هذا الwork from anywhere، شنو احتياجاته؟ الاكسس فروم اي ديفايس، ايضا لازم اجهز الابلكيشنز او السيرفيسز الملائمه اللي ممكن ان تحصل او اتعامل معها من اي ديفايس، يعني ممكن تابلتس، ممكن التابلتس الايفون مالتي او سمارت فون، ممكن يكون من خلال اللابتوب ديسكتوب الى اخره من الوسائل الاخرى، وحسب المكان اللي انا موجود به ممكن استخدم السمارت فون في السياره وفي الطائره وفي مكان اخر، ممكن استخدم التابلت او اللابتوب في المكتب وهكذا. المانج اند سكيور ايدنتيتي، هذه واحده المعايير المهمه اللي في الموبيليتي نحتاجها، لازم يكون اكو سكيور ايدنتيتي في عمليه المانجمنت في عمليه الاداره، والا يعني راح تكون اكو هنالك مشاكل كثيره خصوصا في السنس داتا او البيانات الحساسه في التعامل. اولويز اب تو ديت، هذه العمليه تحتاج انه تحديث مستمر لكل ما يحصل في هذه البيانات وفي هذه البرامج، بمعنى اخر انه كل ما انا اوثق من إنجاز عمل يجب أن يوثق، والكثير أو الآخرين يرون هذا التحديث لغرض أن يكملون عليه لاحقا. هذا السلايد يوصلنا إلى الانتليجنس، يعني لازم نذهب باتجاه الذكاء الأعمال، يعني مو فقط إحنا نتعامل مع فقط التحول، لا، مع ذكاء الأعمال. هذا يتطلب منا provide insight to drive faster better business decisions. حقيقة بوجود الذكاء، برامج الذكاء مع الاي سي تي او برامج التكنولوجيا المعلومات، توفر لنا اتخاذ قرارات في البزنس، في مراحل البزنس تكون جيده وسريعه جدا. وهذا ينبع من الاناليتكس فور ايفري ون، يعني التحليلات تكون مو فقط مخصصه في جانب واحد، فور ايفري ون الاناليتيك يكون لغرض ان نطلع ببيانات رديفه اصبح لها ميتا داتا للاستفاده منها. ايضا ديسكفر ريليفنت كونتنت اند بيبل، الناس اللي هم نهتم بهم ومن البيانات او المحتويات اللي تتعلق في هذول الناس او المسميات ممكن ان لازم نكتشفهم. Improve personal effectiveness، الخبرات البسيطه الشخصيه لازم نحسنها بشكل جيد، وبالتالي نذهب work store for you، يعني ممكن يذهب للعمل بشكل ومستعد للعمل بان يعمل بهذه شركتك او مؤسستك بشكل كفو. حقيقه يعني هذه النيو تكنولوجيز كان بي امبيرس فور ذا اي سي تي فور ذا ديجيتال ترانسفورميشن فور اني ريلايبل سيستمز ان فيوتشر. انا اعتقد انه نحتاج مع التحولات الرقميه هذه، هناك تقنيات، وهذه التقنيات او هذه النيو تكنولوجيز لازم نتعامل معها بنوع من الحرص وايضا لتطوير العمل بشكل جيد. الان الهوستنج اصبح من خلال بدا تكون من سيرفرز من داتا سنترز، لتستغل الكلاود كومبيوتينج فور ذا هوستنج داتا،
الانترنت اوف ثينجز الان مفهوم ظهر بالفتره اللي قبل 10 سنوات ولغايه الان هو الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء. وحقيقه ابدا ممكن احصل ادفايس في اي مكان ومن خلال اي بتكامل البيانات وتناقلها ومن خلال مجموعه من السنسرز. ايضا تعامل مع البيج داتا، تعرفون حضراتكم مع زياده البيانات الهائل، فنحتاج الى تعامل مع منطق البيج داتا، وهنالك وسائل تحتاج نوع من الذكاء للتعامل مع البيج داتا، ومعظمها هي وسائل ذكاء اصطناعي. ايضا منطق الذكاء الاصطناعي يجب ان لا نبتعد عنه، ونحتاج مجموعه خوارزميات التي تتعلق بفكره الذكاء الاصطناعي لانجاز بعض المفاهيم وسرعه بالتنفيذ وتقليل الكلف. نحتاج في بعض الاحيان ل 3D printing، مرات نحتاج الى توظيف كيتس معينه في عمليه انجاز الاعمال، نحتاج نطبعها على 3D printing included السمارت تكنولوجيز، وايضا نحتاج ممكن نحتاج الى بلوك تشين. الديجيتايزيشن بشكل عام او الديجيتالايزيشن ممكن ان تخدم وين حقيقه في كل مجالات الحياه. يعني احنا المجال نتكلم عليه هو البابليك ادمنستريشن او يعني الاداره العامه، وهي تتضمن الحكومه الالكترونيه الجفرمنت، وهذا شغلنا شاغل في اللجنه العليا حقيقه. وايضا بالهيلث كير، الهيلث كير الان اصبح جزء من الاهتمام لكل الناس، وهذا يجب ان يتضمن حقيقه تطورات او عمليه تحول رقمي هائل لغرض انه تحول انه نحصل من الادفايس او النوليدج او الاخر من المستشفيات او الاخر بهذه الاليه ذات الفائده الكبيره، وممكن ان تكون من خلال الاجهزه ومن خلال البيت. ايضا الانرجي، التريد، الاركيتكتشرز والمانيفاكتشرنج والترانسبورتيشن، كل هذه وسائل نحتاج الى دخول الديجيتالايزيشن فيها لغرض ان يكون التحول متكامل، التحول الرقمي متكامل. فبالتالي ممكن ان تكون عناصر مهمه في عمليه الديجيتايزيشن، وايضا نصل بها الى المراحل المتقدمه. هنالك خمسه تحديات مهمه في عمليه الترانسفورميشن او الديجيتال ترانسفورميشن. هذا الديجيتال ترانسفورميشن يثير تحسس الكثير في بعض الاحيان. الكثير من الاخوان متعودين على طرق كلاسيكيه ونمطيه، وعمليه التحول هذا السريع او هذا ينسف عمل سابق وبتحل محل عمل جديد ممكن ان يعاني كثير من التحديات حقيقه. راح ممكن يعني نراها في السلايدز القادمه. التحدي الاول هو changing customer experience. الاكسبيرينس للكاستمر تتحول بين فتره وفتره. الكاستمرز احنا بنتكلم عن الكاستمر اكسبيرينس، يعني مو فقط الكاستمر هو الاند يوزر، قد يكون هذا عميل لشركه او مؤسسه، قد يكون يعني صاحب خبره. عمليه التحول في الاكسبيرينس مالته اكيد راح تكون عامل مهم في عمليه التحدي اللي يحصل في عمليه التحول باتجاه الرقمنه. يعني حقيقه مع 2020 most of businesses believes customer service will become key brand differentiator. Most of people who leave due to bad experience balance without company. حقيقة هذا شو فكرتي؟ يعني انه اني مع 2020 بدأت الشركات تعتقد انه دول يعني خدمات المستثمرين او المستفيدين او العملاء اصبحت هي مصدر التغيير في عملية الديجيتاليزيشن. اذا ما انا قدرت اواكبها معظم الناس يغادرون العمل بدون ان يتركون فد ملاحظة او فد شيء. يعني احنا نشوف عدد كبير من الزبائن يغادرون الشركة والمؤسسة ذات اللي ما متواصلة مع الديجيتاليزيشن، وممكن أن يفقدون هذا الموضوع. لذلك أنه في هذه الحالة الحل مثل هذه الحالة هو أنه نذهب باتجاه توفير بيئة مناسبة أنه هذه المؤسسات تضع منتجاتها على ويب سايتس، وعندها أكثر من باب للرقمنة أو لوسائل رقمية، بالإضافة إلى المتاجر العامة اللي هي البيع المباشر. يعني ما قلنا إحنا ما زالت بعض المؤسسات من تعلم بضاعتها وتنفذ برامجها من خلال متاجر معروفة مباشرة، نسيت إنه العروض الآن ممكن تقدم من خلال وسائل أخرى. الإمبلوي بوش باك حقيقة الآن إحنا مشكلتنا في الإمبلوي بوش باك إنه التحول رد الفعل يكون للموظف الامبلوي مو الكاستمر. الان رد الفعل او الرد يكون لمن مع التحول الرقمي. 74% من البزنس بليف ذات الكاستمر
perceptions and adaptations negatively affects the ability to change course. حقيقة الشخص متعود صار له سنوات على بيئة عمل ويعني يتحكم في بعض المصادر العمل مالته، قد يكون مدير قد يكون متنفذ بالشركة. عندما نأتي باتجاه تحويل عمله باتجاه رقمي ممكن أن يغير مسار عمله، ممكن يسرع عدد من موظفينه، ممكن أن يضع بعض المعايير، ممكن يكون رد فعل سلبي ويكون يأثر على كفاءة عمله. أيضا الجاب الموجود ما بين الاكسبيرينس مالته وما بين التكنولوجيا الجديدة راح تكون أيضا مؤشر على هذا الموضوع. فبالتالي هنا في هذه المرحلة إيش نسوي؟ نحتاج إلى ترينينج كورسز، نحتاج إلى وركشوبس. يعني حقيقة أنا ما أريد أهربطها، إن شاء الله أنتم المتواجدين في هذا الورشة جميعكم متخصصين ومتواصلين مع التحولات الرقمية، ولكن لو بيناتنا من ينظر لهذا الموضوع راح يصير عنده رد فعل سلبي بأنه ممكن يغير مسار عمله، يغادر بعض الأفراد، ممكن يعني التواقع تكون بطريقة أخرى إلى آخره من المعادلات اللي حضراتكم تعرفون. إحنا نحتاج في مثل هذا الموضوع نحتاج إلى ورش عمل، إلى دورات تدريبية تثقيفية للإمبلويز لغرض إنه نعالج هذا التشالنج. التشالنج الثالث الأومني تشانل أدابتيشن، وهو القنوات المتعددة التكيف. أنا الآن العالم كله ينظر إلى أنه عنده قناة واحدة لعملية التسويق، قناة واحدة لعملية الشير. مع الديجيتال ترانسفورميشن مفروض هذه العملية تفشل. لذلك 25% من الكوستومرز who start in your store will later buy online. يعني وأيضا this means that the customers aren't looking to the place by experience your brand. يعني هو أيضا الريسك ممكن يعني يوصل ل 57% of your customers by failing have omni channel experience. هاي شنو فكرته؟ انه اذا ما كانت عندي اكثر من قناة لعملية التعامل مع الكوستومرز راح ممكن اول شيء انه افقد عدد كبير من هالكوستومرز يسولي ليف ماي. واذا اريد اغير الوضع لازم يكون عندي اكثر من قناة لعملية التواصل مع الكوستومرز. نقصد بالقناة قد تكون قناة، أو نحن نقصد القنوات الرقمية، يعني واحد يسوي له ويب سايتس مور ذان ويب سايت، وين ويب سايت اللي تخص الاي كوميرس، بعضها تخص التواصل المباشر، بعضها تخص الهوم بيج، وبعضها بالإضافة إلى الأدوات الرقمية الأخرى علاوة على التاجر المباشر. Failing or poor analytics، وهذه أيضا واحدة من التحديات المهمة، التحليلات السيئة أو السقوط في عندما تكون تحليلاتنا سيئة. بصراحة مع وجود البيانات الكبيرة الهائلة وعملية نشوءها يعني هنالك مشاكل كثيرة تظهر. ما نروح نحلل بيانات جزء من بيانات ونتخذ عليها القرار في عملية الشيرينج للبزنس، نحتاج إلى أفكار حلول جذرية لكل ما يحصل. نركز على البيانات لأن البيانات بها فاكتور في عملية الانكريمنت وعملية الجاذرينج بشكل يومي، لذلك أنه نحتاج في عملية التحليل معايير مهمة. لذلك 53 من مودرن كومبانيز يعني ممكن أنه حقيقة تخفق في هذا العمل، وهذا ممكن يسوي دروبينج في موضوع يعني العمل مالتها وخروجها من الأسواق. فبالتالي نحتاج إلى آليات، وهنا البيج ديتا راح تظهر لنا معيار البيج ديتا كيف نتعامل مع هالبيج ديتا. هنالك حقيقة تعاملات تخص الذكاء الاصطناعي في المشين ليرنينج والديب ليرنينج وبعض التقنيات الأخرى لغرض أن نتعامل نحل هذا البيانات بشكل جيد، ومن ثم نسوي كلاسيفيكيشن according to the topics. كل topics يروح في مجال محدد وبالتالي تستفاد كل أطراف من هذه العملية. التحدي الآخر اللي هو اللاجيجينج ومغادرة البيزنس مودلز اللي هي لاجاسي بيزنس مودلز. احنا قبل شوية نتعامل مع منطق من العمل اللي هو ممكن نعتبر إرث ماخذينه من الأجداد والآخرين. هذا الإرث ممكن يكون يسبب لي مشكلة كبيرة بأنه إذا بقيت أعاني في آلية العمل هذه اللي القديمة راح ممكن ما أنا لاستحسان الكوستومرز وهذول الكوستومرز يسووا لي ليفينج وبالتالي ما أحصل على النتائج المرضية. حقيقة أنا أتكلم عن الكوستومرز الاند يوزرز، أي من المكان المستفيد من الخدمة، المستفيد من الشركة اللي
للتحول الرقمي من الوزارة من الآخرين. مثال على ذلك أكو شركتين، شركة كوداك المعروفة بالأفلام، هذه شركة اعتمدت على فيرشن معين ووقفت عليه على اعتبار تحافظ على السينما القديمة، بالتالي يعني نقول قطار عبرها وأصبحت أولد فاشن. بينما أكو واحدة من الشركات الأخرى تتعامل مع آلية الكوميونيكيشنز، من شافت الخدمات الأرضية للاتصالات وصلت إلى حد الموت بدأت تروح بالاتصالات المتنقلة بالموبايل كوميونيكيشنز، فحقيقة أخذت النجاح بهذا الاتجاه. حل هذا الموضوع حقيقة هو حل مو سهل، يعني لازم يكون بيلود بالانسينج بين الاتجاهين. ممكن احنا ناخذ بالانوفيشن بالابتكار، لازم يكون عندنا نوع من الابتكار في عملية التطوير، وين راح نكون في عملية التطوير. هذا اللي حقيقة التشالنجز الرئيسية والخمسة تشالنجز اللي تعاني منها التحولات اللي نعاني منها في مجال التحولات الرقمية. هذا اللي حقيقة as a conclusion أمامكم هي ملخص لهذه التحديات ما أرد الانفسن. الآن البينفيتس، شنو البينفيتس اللي هي ممكن أن تحصل في موضوع ال يعني عندما تكون عندي لازم يكون أيضا بينفيتس. البينفيتس هي الفوائد من عملية الديجيتاليزيشن أو الديجيتال ترانسفورميشن. أكو فوائد أكيد لازم أكو فوائد، يعني for many companies the driver of digital transformation is cost related. يعني الطريقة التقليدية ممكن تكون شركات تظلها بشكل cost، بس عملت يعني تسحيف البيانات أو نقلها باتجاه private أو hybrid أو public cloud environment ممكن يقلل من هذا ال operational cost. لذلك تفكر الآن الشركات والمؤسسات بشلون تضغط نفقاتها، لذلك راح تغادر هاردوير، يعني بدل ما يشتري هاردوير بدل ما يشتري سوفتوير ممكن يأجر بأسعار قليلة، ممكن بعضها الببليك ما تحتاج أصلا إيجار، فتحتاج إلى أنه فقط يعني طبعا الببليك كله بها مخاطر، ولكن بالبرايفت والهايبريد ممكن يحقق هدفها بكلف أقل. لذلك واحدة يعني راح نبدأ بهذه المعايير، هنا ثمانية حقيقة يعني اختصرناها بثمانية أساسيات. الإنهاز داتا كولكشن، عملية الإنهاز داتا كولكشن هو دي يصير داتا كولكشن يوميا، بس شنو الفائدة من هذا داتا كولكشن إذا ما كان هنالك ريال بينفيتس بالأوبتمايزيشن لهذه الداتا وبتحليلها. إذا كان أكو عملية الإنهانسينج للكولكشن لهذه الداتا ممكن نحصل على بيانات بها علاقة مهمة في بعض المسميات، وبالتالي ننتقل باتجاه توظيفها حسب الحاجة، وهنا الإنهانسينج صار إلى قيمة كبيرة. الحقيقة اللي عندي الآخر اللي هو كرييت resource management sorry greater resource management، يعني أصل عندي resource إدارة الموارد بشكل أكبر، وهذا في شيء تعرفوا حضراتكم باعتباركم أنتم جزء من عملية ال يعني ICT digital transformation. ممكن أن يكون باب من أبواب يعطيني تعامل مع الموارد بشكل أمثل. موارد resources هي كثيرة، بعضها من HR مالتنا resources، بيانات تكون resources، وأيضا البرامج مع البيانات أيضا resources. قد ما تشتت البرامج مع قواعد البيانات أفقد العمل بشكل مركز، ولكن قد ما أجمع البرامج وأجمع البيانات في مراكز معينة وأبدأ أتعامل بها as a schema، كل واحد أشوف البيانات حسب اللي أحتاجها أني، راح يصير عندي management جيد للبيانات، وهذا واحدة من المعايير المهمة للبنفيتس اللي باتجاه الديجيتاليزيشن. لذلك average number of application use in enterprise businesses من 2020 is 900 application business applications يستخدمون بيانات واحدة بالشيرد، ولكن أصبحت تشتغل بكفاءة. فحقيقة هذا من المعايير أيضا المهمة نخليها في بالنا. هذا data driven customer insight، يعني البيانات اللي تعتمد على رؤية المستثمر أو المستفيد أو نسميه العميل. هذا طبعا الكوستمر راح يكون جزء أو معيار مهم عندنا، يجب أن ما نغادر على طول الوقت. هذا المعيار اللي يعتبر الجهة المستفيدة راح يصبح شريك حقيقي، وإذا غادرنا أفكاره غادرنا توجهاته راح ما ننجح في عملية الترانسفورميشن. هذا التحول بالديجيتال ترانسفورميشن ما ينجح إذا ما أخذنا كل اهتمامات الكوستمر. الكوستمر قلنا كل واحد يفهم بشكل، الإنسان اللي عنده خدمة يحتاجها من مؤسسة كوستمر، العميل أو اللي يروح للشركة يقضي له عمل كوستمر، يعني هذه فكرة الكوستمر بشكل عام. لذلك عملية فهم شنو يحتاج هذا الكوستمر،
والتعامل مع المفاهيم اللي يتعامل بها هذا الكوستمر. ممكن ان ابني انظمه قد تكون ستراكشر قد تكون انستراكشر. ستراكشر تبني تعتمد على بيرسونال كوستمر انفورميشن يعني المعلومات الشخصيه، والانستراكشر ديتا اللي اصلا موجوده وشو اسوي جاذرنج لغرض ان اطلع الاشياء اللي ممكن اني احتاجها. لان اوفرول بيتر كوستمر اكسبيرينس يعني انا احتاج اصبح عند الكوستمر اكسبيرينس شلون تكون بيتر اكسبيرينس انظر لها از ان اوفرول. هذه الاكسبيرينس ممكن تحقق لي اهداف الان حقيقه، هذا اصبح معيار مهم مع توجهات العالم 2020. يعني لذلك بشكل مختصر يقول more than two-thirds يعني ثلثي of companies say that they computing mostly on most on customer experience أو CX in 2020 they expected that the number of rides 1% يصعد الرانكينج لعملية التعامل مع هذه المؤسسات إذا واعتمدنا better customer experience as an overall. لذلك إنه a single point increase in customer experience score can result in million of dollar in annual growth يعني النمو السنوي ممكن يتحول ويزداد باتجاه ملايين دولارات اذا خليت هاي البتر اكسبيرينس از ان اوفرول بالنسبه للكوستمر. لذلك هنا اهتمامنا راح يكون بالاخرين يعني بالكوستمرز، اذا راح يكون جزء كبير من اهتمامنا بالكوستمرز و انكرج ديجيتال كلتشر و امبروف كولابوريشن. المقصود بالديجيتال كلتشر الثقافه الرقميه، وصراحه هذا ايضا توجه من توجهات اللجنه، وحتى من عدينا احد القوانين الخاصه بالتحولات الرقميه والان هو في مجلس الدوله باسم اطار القانون المعلومات الوطنيه، خلينا فكره الثقافه الرقميه والتحول الرقمي حقيقه مع وجود ثقافه رقميه يفهمها الكوستمر ممكن ان تتذلل المشاكل ونصل الى هدفنا بشكل جيد. لذلك انه حقيقه التحولات الرقميه تشجع الثقافه الرقميه، وبوجود ثقافه رقميه حقيقيه ممكن ايضا ان نكون عندي اسرع من الوصول باتجاه الهدف مالتي وهو انه مبيعاتي تزداد زباني تكثر وهكذا. increase profits يعني اكيد الارباح راح تزداد، يعني هذا احنا في المنطق، وبشكل خاص الـ SAP Center of Business Insight and Oxford Commons قالت 80% من الاورجنايزيشن اللي have complete digital transformation report increase profit، يعني 80% اللي اكملت استعداداتها باتجاه التحولات الرقميه بشكل كامل صار لها انكريز بالبروفيت، زادت زادت الفوائد مالتها. 85% يعني من هذه الشركات والمؤسسات say that have increased their market share، يعني هذا بعد في الشيء اوسع market share زادت عندها market share. بشكل عام او بشكل معدل انه leaders expect يعني القاده يتوقعون 23% من النمو السنوي من النمو السنوي ممكن يحصل لغير المتنافسين في هذا الباب، يعني راح اللي يحقق هذا الهدف راح يكون عنده نمو اكبر ب 23% من الناس اللي ما يتنافسون على هذه على هذا المعيار حصرا. الانكريز اجيليتي يعني هو يقصد بالاجيليتي يعني رشاقه المؤسسه من ناحيه العمل يعني سرعتها دقتها الى اخر من التفاصيل. لذلك الديجيتال ترانسفورميشن ميكس اورجانيزيشنز مور اجل. وهنا يقول او لو افترضنا ان نستعير من عالم البرامجيات تطوير البرامجيات والهذا والبزنس بعض راح شو يسوي الانكريز اجيليتي وذ ديجيتال ترانسفورميشن تو امبروف سبيد تو ماركت اند ادوبت كونتينوس امبروفمنت. معظم الشركات تفكر بالكونتينوس امبروفينج او امبروفمنت استراتيجي استراتيجيات التحول او التطوير المستمر. كيف يحقق هذا الهدف لعمليه التحول باتجاه استراتيجيات تحسين مستمر وكذلك سبيد تو ماركت سرعه للهدف وصوله الى السوق وتسويق افضل لمن يكون عنده يزيد من رشاقه العمل مالته باتجاه انه باراوينج جزء من السوفت وير ديفلوبمنت البزنس مالته وبالتالي يحصل على هذا المعيار. امبروف برودكتيفيتي هذا انا اعتقد از ريزلت يعني كحصيله البرودكتيفيتي راح تصعد اوتوماتيكيا وتتحسن، وبالتالي انه نقول يعني عمليه البرودكتيفيتي راح ترسم من خلال سيناريو متكامل ومتعاشق حقيقه متعشق مع المفاصل الاخرى لغرض ان تحصل على افشنسي عالي في اثناء تتابع هذه المراحل اللي تكلمنا عنها. هنالك رانكينج
موضوع البلدان التي ذهبت باتجاه التحولات الرقمية، وحقيقة هذا الرانكينج مهم، أصبح معيار مهم للدول تهتم به بشكل اهتمام كلش عالي سنوي. واللي يقوم في هذه عملية الرانكينج معهد متخصص اسمه IMD، اللي هو Institute for Management and Development للWorld Competitive Center Competition أو Competitive Center. هذا مركز لعملية التطوير واحتساب البلدان التي تقدمت أو تأخرت في موضوع الديجيتاليزيشن أو الديجيتال ترانسفورميشن. وعنده أكثر من 57 بارتنر من الانستيتيوتس بالعالم. صار له 30 سنة هذا المركز يشتغل على هذه المعايير، ولغرض يسوون رانكينج أو يعني تصنيف للبلدان حسب جاهزيتها وحسب وضعها في اتجاه التحولات الرقمية. يعني مبدئيا هذا هنالك فاكتورز وسب فاكتورز، يعني هنالك مجموعه العوامل تتعامل بها لغرض ان تخرج هذا الرانكينج. الحقيقه الفاكتورز الاساسيه هي كانت النوليدج، يعني النوليدج هي معيار مهم، النوليدج والتكنولوجي والفيوتشر ريدينس، نوليدج معرفه، تكنولوجيا اللي استخدمها، فيوتشر ريدينس استعداد المستقبلي لهذا المستقبل. هاي الفاكتور الرئيسيه المقصود بالنولج how there is necessary to discover, understand and build the new technology. والتكنولوجي overall context available for the department of the digital technologies. والفيوتشر الناس level of country اللي هي تخص به في مرحلة البانل اكسبيرتيز، يعني اللي هم يقيمون استعداد البلدان على المستقبل. ايضا صفك هنالك التالنت، وهنالك الريجوليرتي، وهنالك الادابتيشن، وهنالك معايير اخرى. انا هسه نريد نحتسب هذه المعايير. هنالك هارد داتا وهنالك سيرفي داتا. الهارد داتا هاي شويه معايير مهمه، يعني بيانات نسميها صعبه او بيانات، وتعتمد على السيرفي داتا للبلدان. الهارد داتا هي عباره تمثل عن 32 كريتيريا، يعني 32 معيار. وعندنا السيرفي داتا تمثل 20 معيار. الهارد داتا مثل statistics from the international, regional and national sources، يعني تعتمد على معايير الدولة الخارجية والداخلية في موضوع resources مالتها. والسيرفي داتا اللي هي تعتمد على international panel expertise exclusive opinion survey، يعني هذا مراجعة سريعة من قبل international panel expertise لهذه المؤسسة، وضعوا لها 20 معيار. عملية الاحتساب ل 52 معيار تولد عندي ثلاث أنواع من الرانكينج: الكريتيريا رانكينج، والفاكتور رانكينج، والأوفرول رانكينج. حقيقة كل واحدة من هذه الرانكينج، يعني كل واحدة من هذه التصنيفات لهذه الدول لها يعني خصوصيتها. مرة نعتمد النوليدج والتكنولوجي والفيوتشر ريدنس فور فاكتور رانكينج، مرة نعتمد الكريتيريا رانكينج لكل معيار على حدة، والأوفرول رانكينج اللي هو الاجريجيشن للخمسة وخمسين معيار. النتيجة بال2020 للرانكينج للأول 10 دول حقيقة هي أصبحت الولايات المتحدة بالمرتبة الأول، بالنولج أخذت واحد، رقم واحد على العالم بالنولج، بالتكنولوجي 7، بالفيوتشر ريدينس والاستعداد للمستقبل 2. على اللي يثير اهتمام حقيقة سنغافورة، وهذا بلد آسيوي، وممكن أن صراحة يعني نستفيد من تجربته. سنغافورة بالنولج أخذت 2 على العالم، بالتكنولوجي رقم 1. ركزوا أخوان، بالتكنولوجي بال2020 سنغافورة أخذت الأولى على العالم، بالفيوتشر ريدنس أخذت 12. الدنمارك الباقي تشوفون حضراتكم هاي شلون حصلت على هذا الرانكينج، من يو اس اي إلى فنلند أول 10 دول. أول 5 سنغافورة، يو اس اي، سنغافورة، دنمارك، السويد، والهونغ كونغ. بعد الخمسة الأخرى سويسرلاند، نيدرلاندز، وريبوبليك كوريا ريبوبليك، وايضا النرويج وفنلندا. صراحه هذه المعايير مهمه لغرض انه نوصل الى هدفنا. لو ناخذ البلدان ال 63 لهذا السنه على مستوى العالم بالرانكينج اللي سوته هذا الانستيتيوت، نشوف دولتين عربيه دخلت. حقيقه المفرح الامارات العربيه المتحده دخلت بالتسلسل 14، ولو هي العام كانت اكثر تسلسل 12. هذا طبعا تشوفون حضراتكم بال2019 قد كان الرانكينج، والان بال2020 قد الرانكينج مالها،
وش قد صعدت أو نزلت أو حافظت. الولايات المتحدة بقت على نفس الرانكينج، سنغافورة بقت نفس الشيء. ترجع إلى السويد لا نزلت مرتبة، كانت 3 صارت 4. هونغ كونغ كانت قبل 8 صارت 5، صعدت 3 مراتب وهكذا. وأيضا دخلت قطر على الخط بتسلسل 30. صراحة الدول العربية يمكن واحد يشوف تجربتها، لأنه دخلت بهذا المعايير بهذا النتائج لازم أدت ما عليها من المهام المطلوبة. الآن هذني حقيقة يعني فيديوين، الفيديو الأول يمثل الرانكينج للدول بال 2019 اعتمادا على المعايير اللي تكلمنا عنه، والفيديو الثاني راح أشوفه أخوان بدون ما تعليق راح أعلق عليه مع وجود الكوفيد 19. يعني صار معيار الكوفيد 19 الواحد المعايير القياس استعداد التكنولوجي في عملية التعامل مع التحولات الرقمية. راح أنا أتابع وياكم الفيديو رقم واحد على ما نشوفوا الرانكينج كيف حصل ب 2019، لأن الرانكينج على 2020 اعتمدوا الكوفيد 19 as a main criteria. فراح نتابع مبدئيا هذا الأول، وأتمنى على حضراتكم أنه تتابعوا بشكل جيد وتستفادون من عنده. Technology not only affects how businesses perform, but also changes how countries function today and evolve in the future. Governments around the world are investing heavily on the improvement of their digital economy to augment value creation and prosperity in their countries. Since 2017, the IMD World Digital Competitiveness Ranking measures the capacity of a country to develop, adopt, and explore digital technologies which transform business models, government practices, and society in general. We look into three main areas. Knowledge, the capacity to understand and learn new technologies. Technology, the competence to develop new digital innovations. Future readiness, the preparedness for the coming developments. In 2019, the top five most digital competitive economies in the world do not change. These countries share a common leadership in terms of knowledge generation, but they approach digital competitiveness differently. On the one hand, the United States and Sweden follow a balanced approach between knowledge generation, the creation of a friendly environment to support technology development, and readiness to adopt innovation. On the other hand, Singapore, Denmark, and Switzerland give priority to one or two factors. Several Asian economies advanced significantly in the ranking with respect to last year. Hong Kong and South Korea enter the top 10, while Taiwan and China move up to the 13th and 22nd position respectively. All these countries experienced marked progresses in their technological infrastructure and the agility of their firms. India and Indonesia move up by 4 and 6 positions respectively, supported by positive results in talent, training, and education, as well as the enhancement of their technological infrastructure. In the Middle East, the UAE and Israel remain as regional digital hubs, but follow opposite trends with respect to 2018. The UAE climbs up 5 places thanks to improvements in capital availability and supportive regulation for technology development. Israel instead loses 4 positions, experiencing a decline in business agility and e-government indicators. Latin America, Mexico, and Colombia are the only countries that advance in the ranking this year. The lack of resources to support talent and technological development prevents most of the countries in the region to improve knowledge generation and get the most from digital transformation. For a complete list of the IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, and to learn more about the IMD's competitiveness and talent rankings, visit our website.
شكرا جزيلا حقيقة. أتمنى على أن تكون هاي ورشة العمل المحاضرة نالت استحسانكم أولا، وإن شاء الله تم الاستفادة منها، وإذا كان أي سؤال أو استفسار أنا حاضر عن الموضوع بشكل عام. وبالإضافة لهذا إحنا متواصلين، لدينا لينكات في الإيميلات، وأيضا إن شاء الله برنامج التدوير والتطوير مستمر بالشراكة مع باقي المؤسسات الحكومية وأيضا الجامعات العراقية والخبراء موجودين إن شاء الله على المستوى المحلي والدولي، وفريق العمل اللي هو في قسم التعليم المستمر وأيضا في جامعة فوج المعلومات سيكون متابع مع حضراتكم على جميع الأصعدة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عباس محسن البكري المحترم، رئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس الفريق تدريب والتطوير والدعم الدولي. حضرات السادة المشاركين، نرجو من حضراتكم إذا يوجد أي سؤال أو استفسار ممكن بالشات تكتبون حضراتكم السؤال اللي ترغبون به، أو ممكن رفع اليد لفتح المايك للمداخلة. حضرة الدكتور، السؤال يقول هل المشاركة فقط لمنتسبي الدوائر الحكومية؟ الحقيقة جواب على هذا الموضوع أنه هنالك دورات في الأورنس هي راح تستقبل كل المشاركين من أي مكان، ولكن حسب رأي اللجنة العليا والأخوان في الأمانة العامة ودورات تخصصية هي مسؤولة عنها قيادات التغيير في الوزارات اللي تمثل دوائر تكنولوجيا المعلومات في الوزارات، هي معنية بالدرجة الأولى. احنا شخصيا كجامعة وأنا في موضوع التدريب والتطوير مع الأخوان أعضاء الفريق احنا ما عندنا ملاحظة، احنا الهدف نشر هذه الثقافة وأيضا الاستفادة بشكل أوسع. ممكن أنه فاتح إذا كان بعض الأخوان الذين لديهم رغبة في عمل التواصل أو الانضمام لباقي الدورات، هناك لجنة عليا حقيقة، لا أتكلم عن نيابة عن الأخوان في اللجنة العليا، فقط أتكلم عن الفريق. الفريق إن شاء الله متواصل معكم وسنبحث هذا الموضوع إن شاء الله. حضرة الدكتور، يوجد بعض المشاركين يحبون المشاركة عن طريق المايك. سيد نادر، السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. أستاذ مساعد دكتور ناظر إبراهيم من كلية الهندسة. مرحبا بك دكتور. دكتور شكرا على المحاضرة القيمة، وبصراحة أنا عندي استفسار في ضوء يعني حضور سيادتك لأكثر من اجتماع في هذا المنهج للتحول الرقمي أو للحوكمة الإلكترونية ممكن نقولها، يعني ممكن يعني نعرف ما هو الأفق الزمني اللي ممكن أنه العراق ممكن أنه يتحول ويدخل هذا الجدول اللي عرضته جنابك، يعني ما هي الخطوات اللي عديتوها على المستقبل القريب والمستقبل البعيد؟ شكرا سيادتك. شكرا جزيلا. انا راح اتكلم لك بصراحه، وجودها صراحه يجوز تزعل الاخرين. طبعا اكو لجنه هاي المره الثانيه تشكل لجنه ايضا فيها فرق عمل، انا كنت رئيس الفريق الاول باللجنه السابقه اللي فتره ايضا كانت هي باتجاه السياسات العامه والاطار القانوني. كان فكرة هذا الفريق هو إنجاز مشاريع التحولات الرقمية، يعني شرعنة التحولات الرقمية بقوانين يشرحها البرلمان. حقيقة قعدت اللجنة على مدى سنتين متكاملة برئاستي، عدينا 3 قوانين أساسية على مستوى البلد للتحول الرقمي. ممكن أن يكون التحول الرقمي مشرعاً، يعني تستخدم السوفت كوبي التوقيع الإلكتروني لأخر من التفاصيل بشكل مشرعاً، وهذا كفر مهم نحتاجه في الآي سي تي. قعدنا سوينا هاي 3 قوانين بعد جهد على مدى 2 سنين. أنا شخصياً حضرت على مدى أكثر من 10 جلسات في مجلس الدولة لغرض إتمام، ولكن هنالك مناكفات حقيقة. أنا راح أشكي أنا قلت أتكلم بصراحة، مناكفات لألا تشرحات القوانين. هنالك صراعات معينة، أكو ناس مثلي هذه القوانين تشرح. كان القانون الأول هو الإطار القانوني المعلومات الوطنية، يعني National Information Agency. هذه النشون فورميشن ايجنسي لو تنشا في العراق هي تصبح هي الرئيس القائد لكل عمليات التحولات الرقميه بدل هذه اللجنه. وهنالك قانون اخر، اذا هذا احنا تكلمت عن اثناء البرزنتيشن بعض هذه النقاط هي موجوده اصلا في هذا القانون.
الموضوع الآخر أو القانون الآخر هو حماية البنى التحتية تكنولوجيا المعلومات والمعلومات شخصيا وتكنولوجيا المعلومات. والقانون الثالث هو الإطار layout الخاص في الـ e-government. يسمع عن حسك صار لهن سنتين في مجلس الدولة واتصل بعدد كبير من البرلمانيين وهذا تسهيل الموضوع، ولكن حقيقة كل الجهود هذه باعت بالفشل ترحيل من مجلس الدولة إلى البرلمان لمناكفات بين بعض الأطراف المعينة وباقي الآن في البرلمان. أتكلم الآن عن تشكيل لجنة بالوضع الجديد. صارت أكو أيضا فرق عمل، حقيقة الفرق نتكلم عنه هذا الفريق هو أخوان أعزاء بي في من القيادات الجيدة لعملية إدارة التطوير في اتجاه التطوير والتدريب وانفتاح الدولة، وعقدنا اجتماعين وكنا ما أريد أن من الفرق السريعة جدا في عملية التنفيذ، وما يناط بنا كفريق أن ننفذ بأسرع وقت. أنا أشاركك الرأي بأنه إحنا تأخرنا كثيرا ومؤلم جدا يبقى العراق في هذا الوضع، ولكن إذا ما كان أكو تكاتف من الجهات الأخرى ما أعتقد إحنا راح نصل إلى بر الأمان. فذلك نسأل الله أن يوفقنا إحنا كفريق وباقي الفرق والأخوان جميعا على مستوى البلد أن يتعاونوا في هذه المرحلة حصرا، لأن الموضوع مو صعب. يعني حقيقة متكلم مع الناس اللي ساعدنا في موضوع التكنولوجي يقول لا don't worry with the technology، ما تهتمون تكنولوجي يمكن داتا سنتر أنصبه، سووا القانون سووا ابنوا انفراستراكشر حقيقي، وزارة اتصالات يكون بنية تحتية للاتصالات شبكة المؤمنة الوطنية، واحنا نكمل. ولكن حقيقة اكو تلكو واكو مشاكل، وان شاء الله انا امل خير في هذه اللجان، يعني لجنة البنى التحتية واللجان الاخرى ان شاء الله تتجاوز المشاكل والمناكفات ونصل الى بر الامان. شكرا جزيلا. شكرا حضرة الدكتور. ممكن سؤال من ست احلام، مدى تقدم العراق بهذا المجال بالمستقبل؟ هذا سؤالها كان. أختي العزيزة أنا أرجع نفس الكلام اللي حكيته، إحنا نحتاج تعاون. أنا يعني إذا ما صار هذا التعاون إحنا أكو أشياء موجودة عندنا رايد لها فقط نوصلها إلى حقائقها وتنفيذها، وبالتالي العراق يطلع من الخانة السيئة اللي موجود به في موضوع الكوربشن أو الفساد أو الوضع. يعني تعرفون هو موضوع الحكومة الإلكترونية طلع كل يعني طلعنا من هذه الخانة السيئة، وممكن يولد فكرة الشفافية والانفتاح وإلى آخره. أكو جهد لبعض الشباب إن شاء الله سيبرز قريبا في عملية بعض السيرفيسز راح تطلق على مستوى الوزارات قيادة الإخوان من تقنية معلومات في الأمان العام الوزراء، وهنالك إن شاء الله جهد أيضا وزارة الاتصالات في موضوع إكمال بنى التحتية للشبكة المؤمنة. هذا الموضوع إذا اكتملن إن شاء الله سنخرج يعني عن قريب. التوقيتات ما أقدر أنا، التوقيتات أعتمد على الإخوان هم كيف يكملون. احنا برنامجنا مستمر بالتدريب والتطوير، وان شاء الله ايضا متعاونين معهم في هذا الموضوع، ولكن راح يعتمد حسب الجهد اللي يقدموه، وانا امل ان شاء الله يكون قريبا باذن الله. شكرا دكتور. سؤال اخر من ست ابتسام، هل ممكن تدريب الاساتذه وبدورهم تدريب الطلبه؟ يعني هو هذا المشروع دوله، إذا أتكلم عن الـ higher education أكو برامج عندنا أخرى في موضوع، لأن أكو أيضا فريق خاص في موضوع إدخال الذكاء الاصطناعي على مستوى البرنامج الحكومي حقيقة، يعني على مستوى التعليم العالي في برنامج حكومي. هذا بتدريب، نعم بتدريب خاص بالأساتذة، وأكو برنامج إن شاء الله موجود مع الوزارة دنفذ إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور عباس محسن البكري المحترم، رئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس فريق تدريب والتطوير والدعم الدولي. نهاية هذه الورشة الإلكترونية، نحب نوجه جزيل الشكر لجميع السادة والسيدات الحضور من مختلف محافظات العراق ومن خارج البلد، نرحب بهم جميعا ونشكرهم على حسن الاستماع، وإن شاء الله تكون ورشة مفيدة غزيرة بالمعلومات ونحقق فيها الخطوات الصحيحة باتجاه التحول الإلكتروني والرقمي. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عباس محسن البكري على هذه الورشة الإلكترونية، وإن شاء الله لدينا الورش ودورات إلكترونية قادمة حسب الجدول الذي أعد لهذا المنهاج التدريبي. شكرا جزيلا لجميع الحضور. شكرا سيادة الدكتور.